بشتغل كمنسقة لصندوق تجوال الفنانين والناشطين الثقافيين في القارة الإفريقية. الصندوق اسمه آت ميمز أفريكا. هذا الصندوق بيدي منح سفر للفنانين والناشطين إنهم يسافروا من بلد إفريقي لآخر. دي كانت مبادرة كتير مهمة وضرورية لأنه ما في دعم لتجوال داخل القارة الإفريقية ككل. يعني كلنا بنعرف ان القارة الإفريقية مقسمة لإفريقيا جنوب الصحراء والإفريقيا الشمالية دائما داخلة في العالم العربي ولو إنها كمان إفريقيا. فآت ميمز أفريكا بيشتغل في هذا الموضوع بإعطاء منح. كمان بنشتغل في مواضيع أخرى مرتبطة بالتجوال اللي هي توفير المعلومات وبناء المعرفة والأدفوكاسي. فأنا كتير مبسوطة إني شاركت في هذا في هيدي الورشة حول الأدفوكاسي لأنه تعلمت كتير منها وأخذت منها كتير. ونتمنى نشتغل مع بعض مع صندوق سفر والصناديق الأخرى والناشطين الآخرين في التجوال.